اهلا بيكم في درس جديد. درسنا دايما سهل ولذيذ، رز جميل بنعمله في العزومات اللي هو بخلطه كبد الفراخ. يمكن كل البيوت المصريه مشهوره بانها بتعمله في العزومات. تعالوا معايا وشاركوني وصفتي. في طاسه على النار هنحط تقريبا معلقه كبيره من الميه، معلقه كبيره من الخل، رشه من الحبهان المطحون، رشه من القرفه. عندي كبده نقعتها في خل ولبن وصفيتها كويس جدا ونشفتها. هغطي على الكبده ومش هنقلبها لحد لما تتشرب الميه بتاعتها او يتبقى فيها نسبه بسيطه. هحط معلقه من البصل المفروم، هنحط معلقه كبيره من الزبده، عليها معلقه كبيره من الزيت، وهنزل بكوبايتين الرز. وده انسب وقت علشان نحط التوابل بتاعتنا. هحط معلقه سكر ومعلقتين صغيرين ملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهار، ربع معلقه صغيره من القرفه، ورشه من الحبهان المطحون، ورشه كمان من جوزه الطيب، ومعلقتين كبار من البصل المفروم ناعم. وهنقلب كل المكونات مع بعض. هنضيف للرز من كوبايتين لكوبايتين وربع من الميه السخنه، ومعلقه كبيره من الصويا صوص. هنغطي الرز ونسيبه لحد ما يغلي، نهدي النار ونسيبه لحد ما يتشرب. هنشيل الكبده في طبق ومكانها على طول هنحط معلقه كبيره من الزيت ومعلقه صغيره من الزبده وفصين من المستكه وبصله كبيره ونقلب. هنحط ربع كوبايه من الميه، هنحط معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من البهار، رشه قرفه، ونقلبهم مع بعض. هنبدا بقى نقطع الكبد شرايح. بعد دقيقة هنحط الكبدة اللي قطعناها. وهننزل عليها بمعلقة صويا صوص ونغطي ونسيبها لحد ما تتسبك. وآخر حاجة رشة جوزة الطيب ونرفع من على النار ونغرف أكلتنا. ونزينها باللوز المحمص. وده شكل طبقنا بعد ما غرفناه. اكيد هيزين سفرتنا. مهم قوي في وصفتنا ان احنا نعرف ان الكبده لازم ننقعها شويه في خل وفي لبن وننشفها كويس جدا بعد ما نصفيها. البصله اللي بنستخدمها سواء مع الكبده او مع الرز ما بنحمرهاش، يا دوب بتفوح ريحتها. يا رب يكون درس النهارده عجبكم. لو عجبتكم وصفتنا استنوني في درس جديد.